Another star falls over Mei Wu Fort. After defeating Dong Zhuo, Lu Bu took the elixir and turned his back to the fort. The elixir was now in the hands of the strongest warrior in the entire land. Cao Cao, fearing what Lu Bu might be capable of, deployed his forces to bring him down. However, he lost Pu Yang to his adversary and found himself on the back foot as Lu Bu's forces struck back. Make way! إيجاب الخير الحمراء. We must retake Puyang. You're fighting well, but stay sharp. You are young. معقد الفريق الزرق على أساس مع لوبو. You live up to your name, Lu Bu. Is this all the great Cao Cao can muster? Yuan Rong, hold back for now. يا بيبي طالع 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 على عصيده. من هذا؟ ما ادري هذا ما ذا الشاوي وانا الثور ذا تبع الزرق ذا ذكرى في الزرق عباره هو تاي شي سي حق الزرق فهمت؟ تاي شي سي شوي على الاقل رجال looks like the sluice is bound with thick rope. Let's get closer and have a look. بيت ابوك اللي جابك هو بعد شيء ضغط ضغط لا اوه ضحت اموري اوكي ضحت اموري اوكي سلامات استهبلون تعال شوف هنا شفتك شفتك بس رجعت قلت بشوف بعد الجسر وش الله ده جسم دنقليتو كأنه صح؟ ايه ما سمعتني انا ما شفت الطبة والله ما شفت الطبة وانا مغسل يدي Let's get going then. هي اوت اوف يور رامبل قطيتها خلنا نرجع من السلم وقبل اسمه بستنقع طاعه في الرمبل رد من هنا وان شوت وان شوت حرفيا
out of there! You got a death wish or what? المراني 15 يعني يا رجال ناخذ الحين قتله ناخذ من المراني حق تبه والله اني معلم بس اثنين واحد انا الله وكيل مفروض ده تدرين نسوي له ناخذها احنا واو صندوق مام باص بالفور عد لا 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 زاد خمسة زاد خمسة ترى زاد خمسة لا زاد أربعة الله وكيل أح بس خلنا نشوف عشان صدق هذا كلام معنا اكل بعد جديده دي المتاهه هنا seem to be in your element out here. I'm starting to think you might not be some run-of-the-mill militia soldier. All the places to die. What did you think tonight? Huh? What did you think tonight? I'm going to fight, I'm going to fight. I'm going to fight now. Hey, you, how did you come here? What? كان الطريق ما ادري وين ما بالا ايش يسموني من فلاج هاند ايه من فلاج هاند من فلاج هاند عليك نور طب رجع ثاني Boss trusts you so much. You better not have played some sort of trick on him. If we take a shortcut through that gate, we'll be heading into a tiger's den. Ha, Balan. Taking the long way around might well be smarter. الله بيعدوا لنا من البداية تصدق سكيب كله وما خلي سيب
شوف ضربته صح؟ شوف ضربته صح؟ لا تأخر عن المرالي على ذا. لا بيعطيك سكين ما يستفيد تعال. بالعكس. I already pulled him. يا ابن اللعبين! اها عاد! ما صدق! مش الفينكس ده ريتور تسوي شفت راتبك انت نفس الشيء يروحون ويجون الفلوس نفس السوز يروحون ويجون تعال انت مره ثانيه ارويك يعطينا اثنين مرالي على طول الله اكبر الاثنين تعال الله اكبر الاثنين ادخل عندك مرالي يا ارويك تعال اطعم ترى ما في شيء اكثر حركت شبيته شف ثلاثة مرالي اعطاني شنو راح مرالي ثلاثة ايش يقولك الحين اعطاني ثلاثة لا يعني صرت ثلاثة من واحد لثلاثة قلت لك انا مرالتين اعطي اثنين من عينك صارت ازعاج أعطتني كفين حرفيا كفين Am I losing my edge? This is not over Not while I can still fight والله بضحك والله لو تشوف I always repay a favor, just so you know. طيب برجع لذاك كم ساعة قهرني قوي تحته
مرالي لها هيبة. تشوف ضربته ذحين سواها الحمراء نفس حقة اللي هزامنا ترى. كيك داون. نزلت السلم عبارة شورت كات. ايه شورت كات. شورت كات. وين هو يمين اللي صار باج هو الواحد اصبر 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 شو صدني شو صدني بعيد انا لا عاد شخصنت هذا انا شخصنت وياه يعني.